كان من الأفضل أن أرميها؟ كان من الأفضل أن ترميها. حسناً حسناً. آه يامي، لقد أحسنتم جميعاً، لكن أنا الأفضل. الهدف تطوير الذات يا رافائيل، لا يهم الفوز أو الخسارة. أعرف يا سيدي، لكن أنا فزت وهم خسروا. لكن الأهم هو أننا أحسننا جميعا. أحسنتم يا رفاق. يا معلم، بلغنا 15، ألا ترى أننا مستعدون للصعود إلى السطح؟ نعم. ولا أكره عندما يفعل هذا. أصبحتم أقوياء لكن ما زلتم صغارا، ينقصكم النضج لاستخدام مهاراتكم. يا معلم، ألا يعني هذا لا؟ نعم ولا، تكتسب الحكمة من الخبرة وتكتسب الخبرة من ارتكاب الأخطاء. أها، من أجل اكتساب الحكمة علينا ارتكاب الأخطاء. يمكننا الذهاب. لا. ونعم. لا. معلم، نعرف أنك تريد حمايتنا، لكننا لن نقضي حياتنا مختبئين هنا. يمكنكم الذهاب الليلة. تحية لنا. عليكم اتخاذ الحذر طوال الوقت. أمرك يا سيدي. ابقوا في الظل. أمرك يا سيدي. لا تتحدثوا مع الغرباء. أمرك يا سيدي. الجميع غرباء. أمرك يا سيدي. اذهبوا إلى الحمام قبل المغادرة، الحمامات في الأعلى غير نظيفة. سيدي. بالتوفيق يا أبنائي. هيا يا شباب. احترسوا وأنتم تعبرون الطريق، عدم قدرتكم على التعاون أتاحت لهم فرصة الهرب. إذا لم أضيع وقتي في الجدال مع الفتى البطل لكنت أنقذتهم. لو لم تعترض طريقي لكنت فعلت، وأنت انطلقت وحدك. هل كان هذا ذكاء؟ كنت سأنجح لو أن أحدا لم يضربني على رأسي بسلاحه. حسنا، ما كان سيحدث هذا لو أن أحدا لم يسمح لنا بالذهاب من البداية؟ يا إلهي سيدي، لم أعني هذا. لا يا مايكل أنجلو، أنت محق. حقا؟ هو محق؟ لم تكونوا مستعدين للصعود بعد، دربتكم على القتال كأفراد لا كفريق، وبصفتي معلمكم ومربيكم تقع المسؤولية علي. إذا أردتم القتال جيدا كفريق يجب أن يكون لكم قائد. هل أكون القائد؟ لماذا تكون القائد؟ أنا هزمتك، أنا أفضل منك، أنا أذكى منكم جميعا، لذا سأكون القائد. مستحيل، يجب أن يكون أنا. ليس لدي أي سبب، لكنه أمر رائع. إنه قرار صعب، سأفكر فيه مليا. إنه ليوناردو. هل أنت مستاء يا راف؟ لا تزعجني يا ليو. أنتم الأربعة هزمتم عصابة القدم بكل سهولة. لماذا يقولوها وكأنها شيء سيء؟ لأنكم أصبحتم واثقين بأنفسكم، كل منكم أصبح يثق بسلاحه ثقة عمياء. لكن هناك أوقات عليكم أن تقاتلوا بسلاح لا تعرفونه، وفي هذه الحالة عليكم أن تتكيفوا مع هذا الوضع. فعلا؟ ماذا لو لم يكن لدي غير هذه المجلة؟ أي شيء يصلح كسلاح؟ يا معلم، لا يمكنك فعلا أن تجعلنا نقاتل بلا شيء سوى مجلة. للنينجا أي شيء يصبح سلاحا. إذن ماذا تطلب منا؟ أريدكم أن تستعدوا لغير المتوقع، بدلوا الأسلحة. انظروا، أنا ليو. رفاق عليكم أن تهدأوا، النينجا هادئون، هادئون جدا. أنا لا أتحدث عن هذا. نعم، ولهذا نضحك، لأنك لا تتحدث هكذا أبدا. واجهوا بعضكم. هجمة. Oh! Oh! Ah!
اتفقنا. ستستمرون في القتال هكذا لتستغلوا المتاحة وتكتسبوا الحيلة. ليس سهلا صحيح؟ أنا أعتاد عليه. أو. رسالة تعرفون من من؟ من شخص نعرفه جميعا إلا مايكي. المدمر يخبرنا مكان ضربة العصابة القادمة. أرأيت؟ لقد أصبح مفيدا. لا يمكنه البقاء معهم، سيقتلونه. أن أضحي بجاسوس بينهم؟ إن الأمر يستحق. لسنا نحن من يخاطر الآن، بل إنه المدمر. أنا أعلم، وهذا هو أفضل جزء. حسنا، سوف نستغل معلوماته ثم ننقذ هذا المسكين من العصابة. معذرة، أنا السيف معي وأنا من يتخذ القرارات. كما قال ليو. حسنا، أين الفخاخ؟ أين الفخاخ؟ أهلا، رائع، وصلت الرسالة. أنا لدي معلومات مهمة. جيد جيد، لنخرجك من هنا أولا. لكن بعد أن ننجو نحن أولا. فقط ابقى خلفنا و... النجدة، السلاحف، لقد قبضوا علي. ماذا؟ أنا آسف، لن أكشف هويتي. هذا سيء يا رجل. تفرقوا. بما أن السيف معي، أنا أقول انسحبوا. السيف وحده لا يجعلك القائد. إن هذه فكرة سيئة، انسحبوا. احترس من سلاحك هذا. انظر لسلاحك. آسف، معذرة. لن ننجح هكذا. بدلوا الأسلحة. يا رفاق، المحول، العصابة تسرق المحول. المحول مع شريدر، هذا ليس جيدا. إذن قررتم ألا تنفذوا ما طلبت. يا معلم، لا نفهمك، كيف يفيدنا تبديل الأسلحة في القتال؟ فنحن بخير هكذا. إذن أنتم لم تفهموا قيمة هذا الدرس، وستتعلمون التكيف بدون أي أسلحة. سلموا أسلحتكم الآن. سيدي، كان أكثر الرجال غضباً وإزعاجاً في العالم. أنت أكثر من... كان يجب أن تسمع إهاناته لنا، كانت كلها مهينة. لم أكن أعرف أنه أهانكم. بالطبع، لم يكن لديك اختيار سوى المخاطرة. هكذا؟ أنتم نينجا، تعملون في الظل، في السر. لن يكون هذا ممكناً إذا سجل أحد تحركاتكم. لكن نعرف مكان هذا الرجل، علينا الذهاب إليه وإرغامه على إعطائنا هذا الشريط. لا يوجد أي شريط، هناك شريحة ذاكرة في الهاتف. الغضب مدمر للذات. كنت أظن أنه يدمر الآخرين. رافائيل، انهض. أحدهم في ورطة. تجنب الأسهم. لا مشكلة، هاجمي. يمي ثانية، لكن هذه المرة ليوناردو، دوناتيلو، مايكل أنجلو، أهينوا رافائيل. انتظر، نهينوا رافائيل؟ نعم. ولا يمكنه قتالنا؟ نعم. تعجبني هذه الخطة. هاجمي. تتحرك مثل الجاموس العائم. غير صحيح، ودائما ما تتذمر. أنا مسكين، لا أحد يفهمني. حسنا، لا أحد. ولا تبقي ظهرك مستقيما وأنت تؤدي أموتا كيوتي جاكو.
وتبدو قبيحا ومزعج. توقفوا. تتحدث بعنف لكن بداخلك طفل صغير خائف ويحتاج لرعاية وحفاظ جديد. ما الأمر يا راف؟ هل ستبكي؟ أنا لن أبكي أبدا. ليت هذه اللحظة تدوم إلى الأبد. هل تعرفون؟ انسوا الأمر، هذه حماقة. لم تدم. نينيكو سيشن هي القدرة على تحمل الإهانات بالصبر والتواضع. لن تكون نينجا حقيقيا قبل أن تتقنها. فهمت؟ نعم يا سيدي. يجب أن تستعيد التسجيل بالعقل لا بالقوة. انظروا، الشاحنة تسرب. رائع، سنتبع أثارها إلى مخبئهم ثم نحطم الآليين. ماذا؟ نحن سنحطم الآليين، أنت ستعود إلى المنزل. ماذا؟ هل تمزح؟ يا رفاق، ستتركان ليو يتسلط هكذا؟ أرى ليو محقاً. عليك السيطرة على غضبك، إلا أن تفعل ستعود إلى المخبأ. آسف يا راف. أنا أيضاً أفهمك. حقاً، كان عليك الدق على الباب. رافائيل، سأروي لك قصة. سيدي، لا أشعر بالرغبة في سماعها. سبايك، كل قضمة إذا كنت ترغب في سماعها. حسناً، عندما كنت شاباً أحببت فتاة. أوه، هي، هل تأخر الوقت؟ اجلس. كان اسمها تانغشين، ولكن كان هناك غيري يحبها. كان هناك شاب آخر يحاول جذب اهتمامها، أوروكو ساكي شريدر. ذات يوم أهانني أمامها، وجه لي إهانات كثيرة. لكن لست السبب. لقد قام شريدر بإهانتك، لم يكن لديك اختيار. لا اختيار؟ كان بوسعي أن أتجاهله، كان بوسعي ألا أتأثر بإهاناته، أن أكون مثل الحجر، لكنني تركته يغضبني. أنا الذي جعلت من كلماته أسلحة. كان هذا اختياري. ماذا سيكون اختيارك؟ أخرج من هنا الآن. تركته يذهب؟ كيف تفعل هذا؟ إنهم لم يشكلوا أي خطر، يكفي ما نالهم. لا يكفي بعد، سيظنون أننا الجبناء ولا نستطيع هزيمتهم. واو ليو، أعتقد أنه نال ما يكفيه، دعه يذهب. لقد فهمت، أنت تسخر مني لأنني لم أقضي على رجل أعزل بلا سبب. هذا صحيح، لقد أظهرت ضعفا. هؤلاء الأشخاص يفهمون لغة واحدة، الصينية؟ لا، القتال. ماذا عن الأقدام؟ يفهمون هذا أيضا، يجيدون أكثر من لغة. المهم أننا لا يجب أن نرحمهم. إظهار الرحمة لا يعني الضعف، إنه علامة على القوة. رأيت الشفقة. اسمع، إن الشفقة رائعة، لكن هؤلاء المزعجين لن يتركوا مراكامي وشأنه. سنبحث عن هؤلاء التنانين ونحرص على أن يفهموا الرسالة، وإن لم يفعلوا سنرسل إليهم رسالة خاصة. هل كنت تريد أن تبدو قويا أم أحمق؟ هل كان من الممكن أن نحرج أكثر؟ نعم، كان يمكن أن يضربانا بالفطائر في وجهنا. هذا هو القتال بذكاء يا راف. زفر وكريس يقفون في صف التنانين الآن، لم نتمكن من هزيمتهم وحدهم. نعم، لأنهم يقاتلون حتى النهاية. الوسيلة الوحيدة لهزيمتهم هي أن نتحلى بالشجاعة مثلهم. رافائيل، لكن زفر يمكنه فعل أشياء لا تفعلونها، قد يجعله هذا خطرا، لكن لا يعني أنه قوي. لكن زفر ينتصر في القتال، أليس هذا يهم؟ ولا يظهر شفقة أبدا.
حسنا، إنه قوي، لذا نحن نحتاج إلى السرعة والخفة. يا رفاق، هل تعرفون الخطة؟ مايكي؟ نعم. أنت متأكد؟ نعم. أخبرني الخطة. من الأفضل أن نراجعها مرة أخرى. رأيت برادفورد؟ هكذا تمسك السلاحف. ماذا كنا سنفعل بدون قيادتك الحكيمة من داخل صفيحة القمامة؟ أمسكته. أحسنت يا مايكي. لا تنظر إلى الأسفل يا سيدي، أو تنصت إليهم. كانت قوتكم رحمة، لهذا ساعدكم التنين الأرجواني. حسنا، قلها. حسنا حسنا، كنت محقا. رأيت؟ لم يكن هذا. قد لا يكون جبنك عديم الفائدة. سأريك الجبن الآن. لا هزمتكم جميعاً، ولم أضطر لاستخدام مدفع الليزر. اعترفوا مع هذا الشيء، أنا لا أقهر. حقاً؟ تعرف ماذا أعني؟ سيدي، هل بإمكاني تجربة الرأس الحديدي الليلة؟ يمكنك. هذا ظلم تماماً، لا يمكنك أن... انتظر، ماذا؟ أنت صنعت السلاح الجديد، تأكد من أنه يعمل. هذا رائع، شكراً يا سيدي. لكنه اختبار فقط، لا تستخدمه في القتال. لا مشكلة يا سيدي. لا، فقدت إشارة الاتصال. ماذا يفعل هذا الكرانك؟ رفاق، هل تسمعونني؟ من الأفضل أن تهربوا. لا أصدق، ربما إذا أبطلت عمل براتيلو، لقد انتهى وقت اللعب. أنت محق، أشقائي يحتاجونني. انتظر، خذ. توني، حضور رائع يا فتى. تولوا أمر الآليين واتركوه لي. كشا. سمعه يقولها يدهشني. تدهشني عندما تقولها. أحسنت يا دوني. أحسنت يا دوني. نعم، ليس سيئا، عدا أنك أنت الذي صنعت هذا الشيء، وأنت الذي حطمت، وأنه حاول قتلنا، وكذلك. حسنا، فهمت. لقد اقتربت من الرقم القياسي. للأسف. ما الذي يزعجك يا دوناتيلو؟ أنا السبب في كل ما حدث. نعم، إنه أنت المسؤول. نعم، مسؤول عن تحطيم الميوتجين، مسؤول عن إنقاذ أهل هذه المدينة، مسؤول عن الانتصار على التكنولوجيا المتطورة، معتمدا على الابتكار والشجاعة والعصا. شكرا يا سيدي، قد تكون محقا. أنا محق. مع التدريب الملائم لا شيء يتفوق على العصا الخشبية. ما كان يجب أن تفعل هذا؟ اهربوا!